الابلكيشن امانه بين رقبتك يا بطل. ما تقلقش، عايزك ترجع لي بالخمس نجوم. حافظ قواعد التمييز كويس. صم. في الكوتشينه الولد اكبر ولا البنت؟ في الاستيميشن البنت اكبر، في الكومي الواد بيقش. محمد صلاح سرعته كام في 2019؟ 94. وفي 20؟ 95، عشان يشتغل على نفسه. لو رحت تونس واحد امه ميته هديله حنان، ولو ابوه ميت هديله امان، ولو صاحبته سابته هديله جوال. انت كده تمام. هيمن، لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا دنيا لما تدني عليا وما تضيق، مين يمسح الدمع مني الا اخويا وشقيقي، هو اللي هيداوي جرحي. باي باي. باي. ايه يا طارق، بقول لك انت متاكده من العنوان؟ اصل عمره لسه بتتبني. هو كلاينت غفير؟ طيب ماشي، انا هكلمه واتاكد. الو، مساء الخير يا فندم، معاك هيمن علي علي سمير علي من خدمه ونسلي، حضرتك طلبتنا؟ ايوه. اتاخرت ليه؟ اطلع. انا بس كنت حابب اتاكد من العنوان، هي عماره لسه بتتبني؟ هي اطلع الدور الاول. حضرتك هو الدور الاول على المحاره. هو حضرتك متاكد انك طالب ونسني ولا العالميه للتشطيبات؟ عشان 2011. اطلع الدور الاول. طب ممكن تنور لي نور السلم؟ اهو يا سيدي نورت لك. شايف الليزر اللي على كتفك ده؟ امشي وراه وانت هتوصل لي. اه شايفه ليزر فعلا. طيب انا هجيب عده الترفيه واطلع لحضرتك. اتأخرت ليه؟ اصل بنك الحظ وقف ده وسط العربيه وحضرتك الفلوس اتنطورت والفنادق وقعت والمدن بقى دخلت في بعض. حد شافك؟ لا محدش شافني. حد شاف حضرتك؟ اه. مش هينفع يا فندم، عشان انا لو قعدت هضطر الف، فده في خطر على حياتي ولا ايه؟ اقعد ما تخافش. ما اسمك؟ هيمن. هيمن يا سيدي، ادعى هيمن. سيجارة؟ لا مرسي، مش عايز. انا مش بعزم عليك، انا عايز سيجارة. معاك سجاير؟ لا والله مش بدخن للأسف، بس بما اننا عذبنا الجليد كده بدري هستأذنك بس ايه نستكمل شوية بيانات. الاسم مش مهم، السن. حضرتك مكسوف تقولي، بس حضرتك شكلك صغير جدا. الحالة الاجتماعية مش مهم. الهوايات، انا لازم اعرف الهوايات عشان اعرف نوع التسلية المطلوب ايه. يعني حضرتك بتحب القراءة، الاطلاع، جمع الطوابع، لزق الطوابع. سليني يا اشرف، سليني. ما هو عشان كده حضرتك انا طلبت نوع الهوايه عشان اعرف نوع التسليه المطلوب، لان في نوع من التسليه انا ما بعرفش اعمله غير في سياق الدراما. يعني لو حضرتك حابب يعني اروح وابعت زميله هتفي بالغرض ان شاء الله.